الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. استووا واعتدلوا تعاصوا تفسحوا تقدموا. الله أكبر 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق
بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله جمع شملنا وكبت عدونا ومن كل شيء سألناه أعطانا، فله الحمد والشكر والثناء بكل المحامد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كلما نزلت الأمطار، الله أكبر كلما جرت الوديان، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم. في هذا اليوم الذي توج الله به شهر الصيام، هذا يوم يفطر المسلمون، هذا يوم يفرح المؤمنون بقدومه، هذا يوم تكبرون الله فيه على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الموحدون احذروا من الشرك فإنه محبط للأعمال، والجنة حرام على صاحبه. قال عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فاعبدوا الله ووحدوه، لذلك خلقكم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، الصلاة الصلاة، فمن حفظها فقد حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الدين، اعلموا أن من أسس هذا الدين وجوب لزوم الجماعة، واعلموا أن من أسس هذا الدين وجوب لزوم الجماعة والسمع لولاة الأمور والطاعة في غير معصية الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إخوة الدين، حافظوا على توحيدكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، وعلى وطنكم المملكة العربية السعودية، وكونوا مع ولاة أمركم في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة عليكم. وهذا ما وصاكم وأمركم به نبيكم، لتسعدوا وتفرحوا بعيد سعودية الحضارة والعلم، فأنتم موحدون، وبلدكم بلد التوحيد والسنة، وولاة أمركم موحدون، يحرسون العقيدة بعد الله، ويحكمون شرع الله، ويقيمون الحدود، ويحمون الحدود والثغور، والوطن والمواطنين والمقيمين، والزوار والحجاج والمعتمرين والسائحين. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها الصائمون في رمضان، احرصوا على أن تحافظوا على عملكم الصالح وعلى بنائكم في رمضان، وأن تصوموا ستا من شوال. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها المسلمات، اتقين الله عز وجل، فإنكن قواعد المجتمع وأساسه وبانياته بعد الله. إلزمنا الستر والحياء، واسمعنا ما قال الله لنساء نبيه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا. ألا وصلوا وسلموا على نبيكم نبي الرحمة محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر جنودنا المجاهدين، اللهم انصرهم على الحوثيين، اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم، اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، واجعل عملهم في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا من العتقاء من النار، وصلى الله وسلم على نبيكم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.